مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة الأسبوع من كلام صريح. حلقة اليوم عن قانون الأحوال الشخصية ما بين المتطلبات وأيضا التعديلات. قانون الأحوال الشخصية هو قانون مؤقت رقم 36 لعام 2010، وهالقانون تم المطالبات في إدخال مجموعة من التعديلات أقرتها اللجنة القانونية النيابية مؤخرا، يعني قبل 10 أيام تقريبا. هذه التعديلات شملت مجموعة من المطالبات من فترة طويلة، منها موضوع إثبات النسب، المشاهدة والاستزارة، وأيضا مجموعة من المواضيع ستكون مطرح نقاش خلال الحلقة. التعديلات هناك تساؤلات عليها، هل تم توحيد هذه التعديلات بصيغة نهائية لإقرارها؟ هل تم قياس ميداني لهذه التعديلات قبل المطالبة فيها؟ هل هي كافية أم غير كافية؟ هل تلبي الطموح لإقرار قانون الأحوال الشخصية بشكل دائم يمس حياة الناس وأسرهم وتبعات حياتهم ما بعد ذلك؟ لنحكي أكثر بالموضوع نرحب بمستشار سماحة قاضي القضاء فضيلة القاضي الشرعي الدكتور أشرف العمري. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أهلا. ومنرحب برئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني الأستاذة إنعام العشة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيضا. من نبدأ مع فضيلة الشيخ الدكتور أشرف ونسألك، ما هي أهم الملاحظات التي تقدمت فيها كدائرة قاضي القضاء إلى اللجنة القانونية ومجلس النواب؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا كمقدمة بسيطة بنحكي عن قانون الأحوال الشخصية اللي هو قانون الأسرة في الأردن، وبالتالي هذا القانون لما وضع بعام 2010. قبل ذلك كنا نتحدث عن قانون كان في عام 76 وأدخلت عليه بعض التعديلات في عام 2001، تعديلات تقريبا طفيفة لمجموعة من المواد. فنحن نتحدث تقريبا قبل 2010 عن ما يزيد تقريبا عن 30 سنة من التطبيق لقانون 76. استجدت أمور في الأردن وظروف مختلفة أدت إلى إعادة النظر في كثير من الاجتهادات اللي كان فيها قانون 76. لما وضع قانون 2010 الحقيقة وضع بطريقة كانت توافقية، بمعنى لم تستأثر أي جهة بالاختيارات والاجتهادات اللي تم انتقائها لوضعها في هذا القانون، وإنما تم تدارس جميع المقترحات والاجتهادات لمدة عامين تقريبا من النقاش المتواصل المجتمعي. نعم. والإعلامي، حتى وصلنا إلى هذه النسخة المحدثة من القانون اللي هو في عام 2010. نحن من بداية عام 2010 أو نهاية العام لما طبقنا القانون إلى تقريبا هذه السنة بنتحدث عن تقريبا عن 7 سنوات. في ال7 سنوات من خلال التطبيق لاحظنا أن هناك في بعض الحاجة إلى بعض التعديلات الطفيفة هنا وهناك، إما تحسينية للقانون أو في أفكار كانت نحن تبنيناها على مستوى التدرج القانوني والتدرج التشريعي في بعض المواد المتعلقة بالمستجدات التي أضيفت أصلاً على القانون في عام 2010. نعم. وكانت نقلة نوعية كبيرة في ذلك الوقت. هذه الأمور حصرناها، كان في هناك اجتماعات على مستوى القضاء من مختلف التخصصات والمستويات، جمعت هذه المواد، ثم صار هناك في عدة اجتماعات مع الإخوان في مجلس النواب. ونحن نقول أن هذا القانون عرض على 3 لجان قانونية، لجنتين سابقتين واللجنة القانونية الأخيرة أيضا تدارست هذا القانون مرة أخرى وتعاطت مع التعديلات المقترحة أو المطلوبة من عدة جهات في المجتمع وأيضا المقترحات المقدمة من دائرة قاضي القضاء. نحن في توافق الحقيقة كان ما بين دائرة قاضي القضاء وما بين اللجنة القانونية على جملة من هذه التعديلات اللي تم طرحها، شملت عدة قضايا. على سبيل المثال، يعني من هذه النقاط التي تم التوافق عليها مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ما يتعلق على سبيل المثال بتوكيل الزوجة بالطلاق. الآن إحنا الزوجة هي تفوض بالطلاق، الزوج يفوض غير الزوجة بالطلاق. هذا التفويض كان لغير الزوجة، في كان إشكال فيما يتعلق إذا وكل الزوج زوجته بطلاق نفسها. هذه القضية لم يكن منصوصا عليها، وبالتالي هل تحمل معنى التوكيل ولا معنى التفويض، بمعنى هل يمكن الرجوع عن ذلك وإلغاءه ولا لا. نحن الاجتهاد الذي أخذنا به واللي وافقت عليه اللجنة أن يكون التوكيل للزوجة بحكم التفويض، يعني لا يستطيع الزوج الرجوع بهذا التفويض، وبالتالي أيضا إذا وقع الطلاق به يقع بائنا. نعم. هذه مثلا على سبيل المثال، وهي لم تكن يعني مطالبات من أي جهات، وإنما نحن من خلال التطبيق رأينا من ميدان المحاكم الشرعية، من ميدان المحاكم أن تخون. مثلا في عنا ما يتعلق بطلاق السكران على سبيل المثال. إحنا الآن في الأشياء المستجدة في المجتمع هناك كثير من العقاقير الطبية والأدوات الإدمان والأمراض أصبحت لها حكم ذهاب العقل زيها زي السكر على سبيل المثال، وبالتالي هذه كانت القانون أيضا لم يكن يدرجها ضمن النصوص. ف
فأضفنا عبارة أنه طلاق السكران ومن في حكمه، يعني بحيث أي مؤثرات عقلية أو ذهنية يمكن أن يكون الزوج خاضع لها ونطق بالطلاق وهو في خلال هذه المنظومة، بالتالي أيضا لا يقع طلاقه، كما لا يقع طلاق المكره وغيره، يعني على الأقل حفاظ على الأسرة وحتى يكون الطلاق فعلا يريده الزوج. من القضايا اللي أيضا أدخلنا فيها تعديل ما يتعلق بالنسب. النسب اللي هي استعمال وسائل العلمية القطعية الدي ان ايه على سبيل الحصر، يعني أو باعتبارها قطعية. الذي كان شائعا أنه كأنه قانون الأحوال الشخصية لا يأخذ بالفحص الدي ان ايه، وهذا غير صحيح. هيك الانطباع صحيح. من عام 2010 القانون والمحاكم تأخذ بهذا الفحص وتجريه، لكن هناك كان في القانون شرط اللي هو أن يكون مقترنا بفراش الزوجية، وهذا الاقتران ليس اقتران تزامني بمعنى أنه عند إجراء الفحص يجب أن يكون هناك زواج، لا، اللي كان مطبق في المحاكم أن تكون هناك منظومة زواج على الأقل، سواء كانت سابقة أو أثناء الفحص أو لاحقة على الفحص، وبالتالي كانت تحل كثير من الإشكالات التي لم تكن تحل في عام 76، قانون 76. الإضافة النوعية اللي أضيفت في المادة، أضفنا مع فراش الزوجية موضوع الوطئ بشبهة. هاي بدنا نعرف تفسيرها إذا ممكن دكتور أشرف. لا. بس نسأل الأستاذة إنعام، شو أهم التعديلات اللي طالبتوا فيها كجمعية معهد تضامن النساء الأردني؟ أول شيء عبيدة، أنا يعني بقر مع الدكتور أشرف أنه التعديلات اللي تمت على قانون الأحوال الشخصية في المرحلتين، المرحلة الأولى اللي كانوا 6 تعديلات مهمين وجوهريين، ومن ثم إعادة يعني قراءة القانون من أول وجديد، كان هي تعديلات ناجمة من قصص وحقائق على الأرض، وبالتالي سنة حميدة إعادة النظر. حتى لو هلأ أقروا مجموعة من التعديلات، بعد شوي طلع في تعديلات أخرى دكتور عم بطالب فيها المجتمع المدني أو النشطاء، أنا بعتقد يعني النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار يعني هذا مطلب حقيقي وهذا جيد. تمام. لأنه القانون بيتغير يعني بين فترة وفترة. ما نحكيش عن المفاصل الشرعية بقانون الأحوال الشخصية، لأن المفاصل الشرعية هاي ثابتة يعني بالشريعة، وبالتالي يعني لا أحد يجرؤ على المساس فيها. لكن بالنسبة لأنك كجمعية تضامن، احنا عملنا قراءة للقانون أكثر من مرة، وكنا خلال إعادة قراءة القانون كنا بنستند على القضايا اللي بتيجي للمكتب، وهي عبارة عن حقائق وناس من دم ولحم وكونوا موجودين بيننا، ومعاناتهم كنا عم نلبسها سواء من خلال المحاميات لما كانوا بيلجؤوا للقضاء أو من خلال الاستماع لقضاياهم. جزء من التعديلات كنا بنحكي على مقدار التعويض التعسفي اللي هو كان 12 قيمة النفقة ل 12 شهر، أو ممكن بحد الأعلى يصير 36 شهر. أنا بعتقد سيدة ممكن يعني كم سنة؟ نعم، 3 سنوات. يعني أنا بعتقد إذا سيدة أمضت مع زوجها 20 عام، ولا أحيانا مدة أكبر، وفي طلقات بتصير يعني بعد ما تكون مرت سنوات طويلة، تعويض على مدة نفقة شهر في 3 سنوات في 36 شهر يعني مبلغ بسيط جدا. لو اشتغلت مراسلة في أي مؤسسة راح تضمن أن الضمان الاجتماعي نفقة تكفيها طول عمرها، وخاصة كل ما بنكبر إحنا بصير فرص النساء هذول بالزواج أو الاقتران فيهن ضعيف جدا. يعني فكرة ضيف عليها إنه إيش؟ إنه ترفع، يعني لا يكفي لمدة 3 سنوات. بتقوليها لكم؟ هلأ ممكن تم دراستها، يعني مش بالضرورة أنه رقم محدد، لكن قناعتنا أنه 3 سنوات هي مدة غير كافية، خصوصا إذا كانت هي يعني إذا امرأة فقيرة كبرت بالعمر، ما عندهاش أطفال، ما عندهاش ميراث، هذه بيكون في مشكلة. أيضا فيما يتعلق بحضانة الأم، الأب لما بيصير الطلاق بين الزوجين، الأم إذا تزوجت من آخر مباشرة ما بحق لها الحضانة، قد تنتقل لأمها، لكن الزوج بتزوج مرة ثانية وثالثة وعاشرة بظل حقه بالحضانة إذا كانت الأم تخلت عن حضانة الأطفال. أحيانا ومن حالات كثيرة زوج الأم أكثر أمان بكون بعض الأباء السكرين المدمنين سيئي السمعة العنيفين، بمعنى يمكن يجب النظر للمصلحة الفضلة للطفل. يعني حالات شفتوها وتابعتوها، وين المصلحة الفضلة؟ نحن بنقول المصلحة الفضلة، في بعض أزواج الأمهات أكثر ود وأكثر حماية وأكثر رأفة من الأب اللي ممكن يكون بعيد تماما عن كل هاي الأخلاقيات. وأحيانا الأب إذا كان هو في مصلحة الطفل يكون عنده والأم عندها مشكلة، فإحنا بنطلع لمصلحة الطفل وين هو لازم يكون، مش الأب أو الأم. قصة ثالثة التخارج، التخارج من التعديلات اللي كانت مهمة بصراحة، وزي ما حكى فضيلة الدكتور تمت كل هاي التوافقات، يعني كان في حين باللجنة الوطنية بيعملوا قراءة من القراءات اللي أنا حضرتها لقانون الأحوال الشخصية، بحاولوا يستمزجوا آراء كل الجهات، وهذا يعني شيء طيب وشيء جيد ومحمود. لكن بالتخارج
احنا بنفكر انه الثلاث شهور هي مده غير كافيه، وان كان هذا مهم يعني التعديل اللي صار، وبنعتقد انه اذا بيصير في تخارج مفترض بعد نقل الاموال لذمتها، تدخل بذمتي. لما بتدخل الاموال بذمتي الماليه راح افكر مليون مره قبل ما اتنازل عن اي جزء، لكن احيانا مش احيانا غالبا هي ما بتكون تعرف على قيمه الممتلكات الحقيقيه، وبالتالي بيتم التخارج وبيلحق الغبن بهذول السيدات او التبعات القانونيه. والتبعات جزء منها مثلا سن الزواج، السن الموجود حاليا هو 15 عام. هلا في مطلب انه في القوانين كلها بيطلع على السن الاهلي بقانون العمل شيء، يعني سن الانتخاب مثلا شيء، بدك تشتغل سن محدد. وانا بعتقد عقد الزواج من اخطر العقود على الاطلاق طبعاً. يعني لا اعتقد انه انتخاب نائب او حدا بمجلس بلدي او اطلع هويه هو يعني اكثر خطوره من ان انا اكون مسؤوله عن بيت وعن اسره وعن اطفال. الاصل 18 سنه بتكون اكملت مرحله التوجيه، وان كان لابد، انا بقر مع الدكتور انه في بعض الحالات بتكون قاهره وبدك تلاقي لها حل، بعتقد انه رفع السن من 15 ل 16 يعني بكون هذا تعديل جيد. طيب. ايضا الخلع، خلينا نقسمهم عشان المشاهدين نختم بالخلع. بالخلع المراه تجبر على انه تدفع اللي قبضته من زوجها مقدما بصندوق المحكمه. وبرجع بقول لك النساء الفقيرات الغير مالكات للمال، انا بعتقد انه المراه الممتلكه مال او اللي بتشتغل ما عندها مشكله تدفع، لكن اذا كنت فقيره ومعوفني عيشتي وبدي اعمل افتداء اجبر على اني ادفع المال. طب انا لا امتلك المال، على الاقل يتم يعني تقسيطه زي ما كانوا زمان يقسطونا اشياء كثيره. يعني انا هذا بشكل سريع لاني ما بدي يعني بدنا نناقشهم. تفضلي. بس انه من محل ما تفضلت دكتور اشرف، بس عشان نفهم الناس موضوع شبهه الوطء، لماذا تم اضافتها في موضوع ماده اثبات النسب؟ بس في قضايا الحقيقة كثيرة وثيرة، يعني بحاجة حتى يعني الأخوة المشاهدين يكونوا في تصور واضح عنها وبالتفصيلات، بس عشان ما نعمل قفزة عن شبهة الوطء. موضوع اللي هو إثبات النسب، عندنا إثبات النسب إحنا بالديانة كما قلت في قانون الأحوال الشخصية أدخل لأول مرة في التشريع الأردني موضوع اعتماد الديانة فيما يتعلق بإثبات حالات النسب في حالات كثيرة على غير رغبة الشخص المقر له أو الثابت له بالنسب حتى لو أنكر. التعديل الجديد اللي أضيف اللي هو حالات نسميها الوطئ بشبهة. إيش الوطئ بشبهة؟ الوطئ بشبهة عندنا الشبهة بالفقه عدة أنواع، لدينا شبهة المحل، شبهة الفعل، شبهة العقد. لنعطي على سبيل المثال حتى نوضح الصورة للمشاهدين، يعني قد يكون هناك مثلا شخص متزوج من امرأة وطلقها بائن كبرى، طلاق بائن كبرى. هذا الطلاق البائن كبرى الآن هي لا تحل له بعد البينونة الكبرى، يعني بعد الطلاق الثلاث، إما عن طريق الجهل أو عن طريق عدم معرفة بالأحكام الشرعية أو ربما للتساهل في بعض المسائل، قد تستمر هذه العلاقة ما بين الطرفين وينتج عنها الحمل وأطفال. الآن إذا نتج طفل عن هذه الحالة الواقعة إحنا بنسميها شبهة عقد سابق فيها، وبالتالي حتى هو الشخص الآن لو أنكر بقول لك لا أنا طلقتها وهذه وثيقة الطلاق، وبالتالي أنا ما بعترف بهذا الطفل. هي لها الحق إذن أن ترفع دعوى إثبات نسب لهذا المطلق بداعي أنه جاء هذا الطفل نتيجة الوطئ بشبهة. هلأ إذا هو أنكر نلجأ لفحص الدي إن إيه حتى نثبت أنه فعلا هذا الطفل هو له، هو الأب البيولوجي، وبالتالي كون هناك في شبهة عقد كان سابق بينهما إذا نحن نستطيع أن نثبت هذا الطفل له حتى لو أنكر مثل هذا الطفل. طبعا هناك موضوع الشبهة هي حالات كثيرة جدا إذا بدنا إحنا نضرب أمثلة عليها، ولكن مضمونها بس عشان يوصل المشاهدين، يعني مثلا معنا. في حالات إحنا ما يتعلق بزي الخطوبة مثلا أو حالات العقد بصير أحيانا طلاق لفظي من الزوج بعد كتب الكتاب ما يسمى بعقد الزواج وقبل الدخول. الآن الطلاق هو طلاق بائن بالتالي لا تحل له، بصير بدهم يجددوا العقد مرة أخرى حتى يستمروا في الزواج. بعض الناس يظن أنه حتى الطلاق بعد العقد وقبل الدخول هو طلاق رجعي، وممكن أنه إذا صار معاشرة ما بينه وبين زوجته أو أرجعها بالقول أن هي ترجع لعصمته. هذا شبهة عقد الآن أصبحت. شبهة العقد هذه لو صار في عنا حالات من الحمل أو الأطفال موجودين خلال هذه الفترة الزمنية اللي هم ما انتبهوا لها من حيث الحكم الشرعي والقانوني، يمكن نحن أن نصوبها بموجب هذا التعديل من خلال ما يتعلق بفحص الدي ان اي. يعني احنا المقصود بإدخال هذا النص هناك كثير من الحالات التي كانت تخرج من هذا الإطار القانوني سوف تحل من خلال إدخال هذا النص، بالتالي كثير من حالات اللي هي نفي النسب أو عدم ثبوته يمكن أن نجد لها حلا في هذا التعديل. يعني حتى مثلا بموضوع المواقع الرضائية فرضا ممكن هل احنا نحكي عن أي شبهة ذكرها الفقهاء، وبالتالي هذا بصير تكييف عملية الشبهة
هو شغل الأطراف لم يقدموا الدعوة في المحكمة، ودور المحكمة في تكييف أنه هل هذه شبهة موجود فيها شبهة عقد أو شبهة محل أو شبهة كذا إلى آخره، حسب أنواع الشبهة اللي صنفها الفقهاء، وبالتالي نعطي مساحة أوسع لعملية إثبات نسب الأطفال أيضا لما فيه لمصلحة الأطفال ومصلحة المجتمع. تمام دكتور أشرف. طيب يعني في مجموعة من المطالبات أو التعديلات اللي حكتها الأستاذة إنعام من تضامن، هل أخذتوا إشي منها في ملاحظاتكم مع اللجنة القانونية النيابية؟ لأنها بصراحة متعددة، يعني مقدار التعويض التعسفي، حضانة الأم في موضوع سقوط الحضانة إذا رجعت تزوجت، المصلحة الفضلة للأطفال، التخارج، وأيضا سن الزواج والخلع. هل احنا بهمنا نبتدئ من النقطه اللي ذكرتها الاستاذه، انه نحن هذا القانون هو قانون احوال شخصيه مستند الى احكام الشريعه الاسلاميه اولا، وبموجب نص دستوري، يعني ليس بموجب نص اتفاقي فقط، وانما بموجب نص دستوري المحاكم الشرعيه تحكم وفق الشريعه الاسلاميه، وبالتالي اي مقترحات اي تعديلات لابد ان تكون وفق اجتهادات معتبره، لانه الدخول الى التشريع وفق اجتهادات غير معتبرة ترى هذا أمر خطير جدا على المجتمع. شو معنى اجتهادات معتبرة أو غير معتبرة؟ اجتهادات معتبرة يعني يتوافق عليها الفقهاء المسلمين اللي لهم مكانة ولهم وضع في التشريع، إنه هذا الاجتهاد يمكن أن يتم القول به وهو اجتهاد مقبول ومعترف ضمن مظلة الشريعة. تمام. وإلا إذا خرجنا من إطار الاجتهادات المعتبرة والمقبولة نصبح ما بين إفراط وتفريط. غير يعني دستوري حسب المادة. الآن إحنا مشكلتنا في دول العالم هذه التطرفات التي تخرج، شو مشكلتها؟ مشكلتها بالفوضى في الفتوى والفوضى في الاجتهاد بدون ضوابط. نحن بحاجة أن نعيد الأمور إلى ضوابطها، وبالتالي لما نقدم أي مقترح كدائرة رسمية أو كدولة على مستوى أن هذا قانون في الأخير صح قانون أردني، لكن كل دول العالم تقرأه وتعرف أنه مستند الشريعة الإسلامية، بالتالي يجب أن يكون منطلقنا أيضا الاجتهادات المعتبرة المقبولة. تمام. التي نستطيع أن ندافع عنها من ناحية تشريعية. نعم. هلأ كثير من المسائل التي ذكرت زي مثلا مقدار التعويض التعسف، هلأ خلينا نحكي، هلأ كثير من المسائل التي ذكرت في جزء منها حمال أوجه وفي جزء منها بالتطبيق في عدم وضوح، يعني نبدأ في التخارج على سبيل المثال. نعم. هلأ التخارج نحن نعرف التخارج يساء فهمه من كثير من المتعاملين في هذا الموضوع ومن الناس. كثير من الناس يظن أن التخارج هو تنازل عن التركة، وهذا غير صحيح. التخارج هو صلح بين الورثة على التركة، والصلح هذا له أنواع عديدة، منها هذه هي قسمة في الميراث، ومنها في بعض الحالات قد يكون هبة، صحيح. ومنها بيع الحصة الإرثية، مزبوط. ومنها أحيانا صرف إذا كان نقد بنقد. وأوفر من رسوم هذا الصلح هو الإطار، هذا الصلح هو الإطار العام للتخارج. هذا التخارج وضع وقرره الفقهاء حتى نبسط إحنا إجراءات التركة على الناس، ونبسط إجراءات قسمة التركة على الناس. يعني إذا أستاذ عام شو بيقترحوا هم في اللجنة الوطنية، أشوف كيف القانون، يعني اقتراحاتنا يجب أن تكون متوافقة مع العقل ومع المنطق القانوني. يعني أنا لما بقول أنه يجب أن تدخل الأموال في دوائر التسجيل باسم الورثة ثم بعد ذلك أعمل تخارج، أصلا من مبطلات معاملة التخارج أن تكون الأموال قد انتقلت في دوائر التسجيل إلى الورثة، فكيف أنا أقترح شيء مناقض للشيء اللي أنا بقترحه؟ هذا غير مقبول. هل أن تعود عن تخارج؟ التخارج فيه إقالة، ما يسمى بالإقالة، إذا كان بتراضي الأطراف أو إذا كان في عندنا مشكلة فيما يتعلق بعقد التخارج يمكن رفع دعوى لإبطاله أو تصحيحه. نعم. أعطيك على سبيل المثال الآن شو مشكلتنا إحنا في التخارج؟ الأموال النقدية عندنا ما فيها مشكلة، لماذا؟ لأنه إحنا في المحاكم الشرعية في محاكم التركات الأموال التي هي للتركة كل وريث بيصدر شك باسمه للمستفيد الاول الغير منقول الاشكاليه في هلا الاشكاليه وين في العقارات. العقارات اصلا في الاصل ليس من اختصاص المحاكم الشرعيه قسمتها ما بين الورثه، ولكن للتسهيل على الناس جاء اللي هو ماده التخارج. شو ماده التخارج؟ بدل ما اروح انا اذا عندنا 5-6 قطع اراضي نروح احنا ننزل هذه الاراضي باسم كل الورثه في كل عقار، وبعد ذلك اذا اردنا ان نقتسم هذه العقارات في دوائر التسجيل ليس أمامنا إلا طريقين، إما البيع والشراء أو إن نروح لمحاكم للمحاكم النظامية نرفع دعوة اسمها إزالة الشيوع. تعرف الأستاذة أنعام إنه إزالة الشيوع الدعوة هذه ليست دعوة يعني ممكنة لكثير من النساء، تحتاج إلى محامين، تحتاج إلى رسوم، صحيح. تحتاج إلى خبراء، وبالتالي تحتاج أيضا إلى مدة زمنية طويلة. إحنا في التخارج ماذا نفعل؟ الآن تعليمات التخارج واضحة في مدد، ثم لابد أن يكون ضمن التعليمات اللي أصدرها قاضي القضاء لا نعمل معاملة التخارج إلا من خلال جملة من الشروط، من أهمها أنه نجيب الورثة ونجيب كشف من دائرة الأراضي والمساحة ونقول لهم هذه هي أموال التركة، بالتالي ممنوع نعمل تخارج إلا على هذه الأموال الظاهرة. ووضعنا نص في القانون غفل عنه الكثيرون بأنه أي مال يظهر للتركة
لم يكن المتخارجين على علم به وقت التخارج بخرج من القسم. تمام فضيلة الدكتورة، بس عشان ما تروح كل الحلقة على موضوع التخارج، بس أنا عندي سؤال مهم للأستاذة إنعام. أستاذة إنعام، الإجراءات واضحة في دائرة قاضي القضاء والإجراءات، ويمكن بتوفر كثير على الورثة من أنهم يدفعوا رسوم في دائرة الأراضي والمساحة، وعن تجارب متعددة. هلأ دايما إحنا بنسقط الموضوع أنه ليش عم بيصير معهم هيك الإناث الإناث اللي بيرثوا من بيطلع لهم حصص للإرث، ولكن دايما إحنا بصراحة نتطلع على المشهد، نتعامل على المرأة أو الفتاة إنها ضعيفة لا تستطيع التصرف، تتعرض لضغوط. يعني الإجراءات واضحة، الإجراءات واضحة، ليه دايما إحنا عم نطالب مثلا إن موضوع التخارج نأخره عشان إنه في حالة نفسية بتكون عم بتعيشها؟ يعني موضوع تمكين النساء بصراحة نحكي تمكين النساء في المنظمات النسائية وكمان باللجنة الوطنية، وين إني أمكن المرأة إنه في حال تعرضت بأي طريقة كانت إنه تعالي تخارجي بطريقة معينة عند الإخوة، تكون صاحية وواعية. يعني إنه نوعيهم، نخليهم واثقين من نفسهم، شخصيتهم قوية، يعرفوا بالضبط قدي حصصهم وقدي تقدر، بيقدر يوقفوا قدام المحكمة أو دائرة الأراضي والأمور تكون واضحة بالنسبة لهم. يعني تمكينهم وين؟ شوفي عبيدة، أنا مش مختلفة معك إنه يعني أول شيء بتفق معك إنه النساء مش دائما ضحايا. أنا بكره ينحكي عني إني ضعيفة أو ضحية. ولو كنا إحنا كل النساء بشكل يعني عام كلهم ضحايا كان قرضنا. هناك نساء ممكنات وقويات وعارفين، نعم. لكن بالمقابل هناك نساء ضعيفات، مهمشات، غير قادرات، بعيشوا في الزوايا المظلمة. نحن لما بنطرح أي تعديل سواء بأي قانون وليس فقط قانون الأحوال الشخصية، بنستحضر هؤلاء السيدات. أنا منين بدي أجيب تعديلاتي أو فكرتي على قانون ما؟ من القصص الحقيقية، من واقع المحاكم، من السجلات، من قضايا النساء. هلا الشق الآخر فيما يتعلق بتمكين النساء، أيوة هو هذا دور للمؤسسات الرسمية ولمنظمات المجتمع المدني، ودور للمرأة ذاتها كيف تسعى أنها تكون امرأة قوية، امرأة عارفة، مش بالضرورة أنا حقوق وتتصرف. بالضبط بالضبط، الأصل أنه النساء يكونوا ممكنات، لكن بالمقابل في نساء غير ممكنات وضعيفات، وبالتالي بنرفع نستعير أصواتهم، نحكي بصوتهم، إحنا نستعير ألسنتهم، نتحدث بلسانهم. هلا إحنا بحاجة إلى تغيير مثلا موضوع مدة التخارج عشان يعني أنا بفكر إذا لمدة 6 شهور لست شهور ممكن يكون يعني بعطي مساحة أحسن، لكن بالمقابل ما نوقفش عن فكرة التخارج. نعم. قيمة النفقة لمدة 3 سنوات، واحدة عاشت مع زوجها 30 عام وبتشتغل. بعد 30 عام بتشتغلش يا ستي، وما عندهاش أطفال، وما خلفت شو، ما عندهاش ميراث، وبعد 30 عام قرر الأخ إنه يتركها أو يطلقها. هل تعتقدي، والدكتور يعني السؤال له، هل تعتقدي إنه نفقتها لمدة 3 سنوات كافية بتحميها من إيش؟ شو المطلب؟ بتحميها من إيش؟ نرفع ال3 سنوات لأنه غير كافية وغير عادلة. لغاية قديش مثلاً؟ اللجنة الوطنية عم بطلب 10 سنوات. أنا أقول لك شغلة. تفضل. إحنا بس تعليق على موضوع التخارج أستاذ نعم. أنتوا ليش مصرين على فرض الوصاية على المرأة؟ والحجر عليها وعلى قرارها. أنا بيجيني نساء كثيرات، أساتذة في الجامعات، مسؤولات في الدولة على أعلى مستويات، تيجي بدها تعمل معاملة قبل مضي 3 شهور، أنا بمنعها بحكم النظام والتعليمات. تمام. بتقولي ليش أنت بتمنعني؟ بقولها والله بجوز حالتك، إن بتقولي أنا امرأة راشدة بالغة بتاخذ قرارات على مستوى دولي وعلى مستوى حكومي. تمام. كيف تفرضوا علي وصاية إني أنا والله ممنوع أتصرف في أموالي قبل 3 شهور؟ هذا نوع، شوف التناقضات كيف احيانا في الطروحات، التناقضات انه احنا بدنا نحمي وبنقول المراه ممكنه وصاحبه قرار وعقلها راشد ومتزن وتستطيع اتخاذ كافه القرارات، وفي المقابل نطلب بالحجر عليها. منع التصرف الاموال تؤول الى الشخص بمجرد الوفاه. انا المال، مال التركه لما يموت المورث يؤول الى الورثه بمجرد الوفاه. نعم. انا لما امنع انسان شخص من التصرف بماله انا حجرت عليه ولو حجر جزئي. اسمحي لي. طيب. الان احنا انتم بتطالبوا بالشيء ونقيضه في نفس الوقت. لا بتطالبوا، انا بثبت لك ذلك. طيب. ولذلك احنا لما اخذنا 3 شهور اخذناها فتره يعني حتى لا تطول ويصير ضرر على الورثه وعلى التركه، وفي المقابل فعلا حتى انه الحاله النفسيه للذكور والاناث، على فكره مش بس للاناث، حتى نكون منصفين، الحاله النفسيه اللي بتكون بعد الوفاه مباشره انه والله البيت العيله يعني نجتمع على العائله وكذا، يكون فيها ذكور والاناث على سبيل، بجوز الاناث بتكون بدرجه اكبر، لكن احنا لاحظنا من تطبيق 3 شهور على فكره انه فعلا الان كثير من التخارجات التي كانت تتم بشكل متسرع، خليني بدي احكي بشكل غير مدروس، انتهت. تمام. احنا انتهت. قلنا انه تعديلات، بالتالي ان نضيف 6 3 اشهر زياده ربما يصبح هناك ضرر على الورثه
في التعامل مع قسمة الأموال. بالأخير أنا بدي أمكن الناس من أموالها، بدي أمكن الناس من طيب عقاراتها، لا يجوز أني أتمكن طيب أكثر من ذلك. بس النفقة، خلينا نحكي عن النفقة. النفقة هم لا يطالبون برفع قيمة التعويض، خلينا نكون احنا نكيف المسألة كما هي المطالبة الحقيقية. هم يطالبون بأنه تستمر النفقة ما بعد الطلاق. لا أنا وهذا بحكي هيك. خليني لا خليني دكتور خليني أنا أكمل. بحكي عن نفسي. أنا بحكي عن المطالبات. هل المطالبات احنا في القانون النفقة وردت في باب التعويض كمقياس لتقدير التعويض. نحن نتحدث عن انه في طلاق تعسفي، وعلى خليني اكون واضح كمان، الطلاق التعسفي احنا عندنا تقريبا في الأردن العام الماضي بجوز 22 ألف حالة طلاق. لما نتكلم عن الطلاق التعسفي بالمئات فقط من هذه المنظومة الكاملة، يعني ليس هو الأصل في الطلاق التعسف. أصبح لدينا حالات قليلة اللي فيها تعسف في الطلاق، لأنه بروحوا كلهم للمحاكم وبروحوا بطلاق بالتوافق في أغلب الحالات. الآن لما جاء القانون وقال تعسف في استعمال الحق، رتب على ذلك أثرا. طيب. هذا الأثر لأني أنا كنت متعسفا باستعمال هذا الحق، فرتب علي ماذا؟ رتب علي أنه أدفع مبالغ. طيب. هذه المبالغ قدرت أخذ النفقة كمعيار. مزبوط. الآن المطالبات اللي بتقول لك طب امرأة أصبحت يعني بدون معيل بدون كذا، ما في امرأة بدون معيل في القانون. النفقة هي معيار. الذي يطالب الآن بأن تستمر النفقة للمطلقة بعد الطلاق يجب أن يأتيني بمستند قانوني، بمستند شرعي، بمستند أصولي، لأنه هذا التزام. والالتزام دائما إحنا درسنا بالقانون المدني في إيش اسمه مصادر الالتزام. لا يمكن أن يكون الطلاق مصدر من مصادر الالتزام بالنفقة. تمام. إحنا بنحكي عن تعويض إشي غير النفقة. وبالتالي أنا ما بدي أصير زي الغرب، أنا هذا نظرية مختلفة، نظرية مختلفة اللي بقول لك إنه الطلاق يجب أن ينفق الإنسان على زوجته أو على مطلقته حتى تموت أو أن تتزوج من غيره. هاي منظومة مختلفة كليا، هذه منظومة مختلفة كليا. دكتور أنا ما حكيت، ما حكيت، أنا بقول أعطيها طب يلا كملي هلا اتفضلي إيش ردك قبل ما اطلع فاصل. لا 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 أنا ما حكيت إنه هو يظل ينفق عليها. أنا عم بحكي لك في حالات، وفي امرأة بدون معيل دكتور لما بكون عمرها 50 سنة، المرأة التي سنة بدون معيل أخوها معيل، أبوها لا، الدولة تعيل من لا معيل له. كمان بتعيل؟ ما في، شوفي في المنظومة، لا خلينا نكون صريح واضحين، لا خلينا نكون واضحين، المنظومة القانونية في الأردن من أكثر المنظومات القانونية اللي في المنطقة استقرارا ووضوحا. لكن دكتور لا يوجد، أنا بقول لك لا يوجد امرأة تأخذ. لا يوجد امرأة غير ممكنة اقتصاديا هي بعيدة عن حالة الإنفاق. بدي أفترض إنه ليس لها شيء، إذا ماتت من سيكون وريثها؟ الدولة، صح، ممثلة بوزارة الأوقاف. تستطيع أن تطالب أميرة. أن تطالب من سيرثها، لأن الغرم بالغنم. إذا الدولة لم تتكفل بها على مستوى الصناديق المعتمدة يجب على أنه الوريث المفترض هو الذي يتكفل بها. أيضا في عندنا منظومة نفقة الأقارب، نفقة الأقارب بالقانون واضحة، أخوها الرابطة الزواجية الرابطة الزواجية انتهت. هلأ ما نحكي عن التقدير، إذا على الزوج مش عم نرفع دعاوى أو بنرفع ومنحصل هذه 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 من أسئلة التوعية، بدنا توعية. أنا بحكي عن منظومة قانونية، ما هو أنا لأن هي المرأة ترفع على أخوها أو تستطيع عمها. ترفع على أخوها وعلى عمها وعلى ابن عمها. ولما أخوها هلأ الظرف الاجتماعي، ليش أنا أحمل معناته الزوج أو المطلق؟ أطلق يعني شوفي أحمل المطلق تبعات الظروف الاجتماعية اللي في البلد، إنه والله لأنها مستحية ترفع على أبوها أو على عمها النفقة. أحمل مطلقة ما حتصير مرفوضة من العيلة. ليس فقط عمرها، ما هي لو اشتغلت مراسلة بأي مؤسسة بيطلع لها ضمان هذا طول العمر. هذاك بتحكي عن مسؤولية تقصيرية وعن مسائل متعلقة والنفقة بالخلع أو بالافتداء. ليش ما بتقسطش؟ أنا بقول لك ما بتقسط، أقول لك ليش ما بتقسط، من أجيب له أنا؟ أنا بقول لك لأنه هذا الخلع هو مسار من 15 مسار للمرأة الوصول إلى الطلاق. خليني أحكي لك عن هذا المسار. طيب دكتور أشرف ممكن نحكي في الموضوع نكمل بعد الفاصل. مشاهدينا بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا ومنكمل مع فضيلة الشيخ دكتور أشرف. كنا عم نحكي عن موضوع الخلع، وإنه موضوع إنها ترجع مرة واحدة اللي أخذته كتير صعب، حتى موضوع تقسيطه مش موجود. هلأ إحنا هذه بنحكي عن مسارات في الوصول إلى الطلاق للمرأة، هذا واحد من الخيار، وهو خيار للمرأة المقتدرة القادرة على الدفع. هلأ في بعض يطالب يقول لك خليها تقسط المبلغ. تعرف شو معنى تقسيط المبلغ؟ هو الآن بموجب هذه الدعوة أصلاً مستندها الشرعي، هذه الدعوة الخلع اللي وجدت في 2001، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته وطلقها، أمره بتطليقها، ردي عليه حد، لردي المهر. هل ردي المهر؟ إحنا مقولها ردي المهر.
البعض بيقول خليها تقسطه. طب تعرف شو معنى خليها تقسطه أستاذ نعام؟ خليها تقسطه معناته أنا بدي أحولها لمدينة، إنسان مدين. والإنسان المدين كما الآن الزوج المدين يعني قاعدين بنركض وراه ملاحق وملاحق قضائيا، بدهم يلاحقوها يعني ملاحق قضائيا من الشرطة، ويسجن بالسنة 90 يوم، وحتى يدفع لو تأخر عليها تقبل عليها. أنا الآن سأحول بالتزمه. إحنا في عنا برضو أمان اجتماعي وفي عنا ضمان اجتماعي، لا بالتزموش، لأنه عندي الآن الغارمات قديش عددهم تعرف الغارمات، لأنه لا نتحدث عن موضوع التزام، نتحدث لا نتحدث عن موضوع قدرة مالية، نتحدث عن موضوع القدرة. إذا عندها قدرة مالية لها الحق في أن تلجأ لهذا الخيار وتحصل على الخلع. ما عندها قدرة مالية القانون فتح لها مجالات أخرى تستطيع أن تتحرك من خلالها. وبالتالي أنا لا يمكن أنه كرجل في مجتمع بدي أمان للمجتمع أقبل أن تتحول النساء إلى غارمات، وبالتالي الأزواج، لأنه تعرف بعد الطلاق سيكون هناك خلافات. طيب. وبالتالي سيتم تتبع هؤلاء النساء في التنفيذ القضائي من أجل الصعود، من أجل الحصول على قرارات بالحبس ضد هؤلاء الفتيات. لا يمكن. كيف تقبل أنها تكون مدينة؟ أنا ما بقدر أحولها. لحظة. ردي وين النص الشرعي؟ ردي عليه حديقته. بدي أرد عليه الحديقة حتى أطلقها. هذا خيار ما عندها. ما هي لا هي مسؤولة عن قرارها، هي مسؤولة عن قرارها، لكن وفق الضوابط الشرعية اللي احنا بدنا نعتمدها. وفق الضوابط احنا بتعرف هذا القانون الخلع القضائي لم يكن موجود في العام صحيح ما كانش الاول وجد في قانون مؤقت في عام 2010 وعرض على مجلس النواب على فكرة مرتين ورده مجلس النواب في ذاك الوقت. الان احنا حتى في 2010 رغم انه رفض مرتين في العام 2001 والمناقشات اللي بعدها لانه راينا انه في مصلحه ان يبقى كنافذه وخيار للنساء الراغبات في ذلك. هذا مهم. فهذا ما نافذه هو خيار متاح. طب نفقه السجين دكتور، نفقه السجين عملنا عليها تعديل مقترح وافقت عليه اللجنه القانونيه. طب هذا بحيث مهم. انه اضيف شرط او قيد للماده انه الان اذا فتاه سجنت او امراه سجنت بسبب من الزوج ليس له الحق في ان يقع من الزوج بل كمان اذا كانت مدانه احنا بنحكي عن المدانه. يعني شو المدانه يا استاذه؟ مش حبس اجرائي، نحكي عن ادانه جزائيه. ادانه جزائيه يعني واحده ارتكبت جريمه وادينت من محكمه بقرار قطعي وسجنت لانها مجرمه، ارتكبت هذا الجرم لان فوتت على الزوج المصلحه الاحتباس وفوتت على الاسره الاحتباس كله، فهي تعتبر بحكم النشوز اصلا وبالتالي لا نفقه لها. لكن اذا كان الزوج هو سبب هذا الفعل الجنائي، هو اللي اشتكى او كان بسببه او بفعل منه، قلنا حتى لو حكمت بحكم جنائي قطعي وسجنت بسببه حتى ما يكون في ذريعه للازواج حتى يستعملوا مثل هذا الاسلوب، قلنا لا تسقط نفقه. بس يا دكتور معظم الغارمات ماخذين الفلوس بيعلموا اولادهم بصرفوا على ازواجهم او بتاخذ القبض بتطلع من البنك من هون بكون يستناها باخذ الفلوس منها. كيف بدها تثبت؟ هذا دوركم انتم توعوا الناس انها لا تاخذ، ودور الصناديق. هذه مشكلتنا في الصناديق اللي الان بديش اقول غررت بالمراه في بعض الجوانب. تعالي سهلت، هلا احنا اشتغلنا عليها حل كامله. لا هلا سهلت عمليه الاقراض بطريقه وصارت اصبحت للاسف ما في تدقيق على المشاريع. صار ياخذوا المبالغ هذه تروح تشتري اثاث للبيت، تروح تشتري تلفزيون، تدهن الدار، تدفع قسط الولد بالجامعه. انا اللي بعطي قرض يجب ان اتاكد انه هذا قرض انتاجي مشاريع ضمن ضمانات محدده. مش احول النساء لغارمات وبالتالي مطالبات بالسجن والحبس ثم بعدين اقول الزوج تعال ادفع. احنا كأننا بدنا نحمل الزوج كل مصائب الدنيا، الحالات الاجتماعيه والاقتصاديه والظروف. ليه متحملين استاذ انعام على الزوج؟ يعني يجب ان يكون القانون متوازن كذا. فين استاذ انعام؟ ليه متحملين انتم على الزوج؟ انه كل شيء الزوج هو المسؤول ابدا لازم يتحمل. ابدا مش متحمله، والدكتور بيعرف. بالعكس بحاول اكون منطقيه يعني اكثر ما يكون، لانه يعني هو مش عدو. انا يعني برفض انه دائما العلاقه مع الزوج او مع الرجل في حياتنا انه علاقه عداء، لانه هذا الزوج مش عداء، شريك هو شريك له. هذا ممكن يكون اخوي ابوي ابني. عشان هيك احنا القانون دائما يعني من حق الاستاذ نهائيا ما عنديش هذا الاحساس. من حق اي جهه ان تطالب باي تعديل، واحنا بندرس هذه التعديلات في دائره قضاء القضاه بكل رحابه صدر. طيب. ما يتوافق مع الشعب. لكن هلا اللجان مثلا اللجنه الوطنيه شو المراه، ربما من كونها هي تحمي ومظله لحقوق المراه بها تطالب ما يتعلق في المراه. نعم. لكن نحن في النهايه دائره مسؤوله، لدينا يجب ان يكون توازن. نحن نتحدث عن الاسره اللي بتتكون من رجل وامراه وطفل وابناء، لذلك نبحث في التشريع وفي اقراره عن التوازن هذا الموجود في التشريع. فضيله الشيخ دكتور اشرف، بما انك اشرت للجنه الوطنيه لشؤون المراه. نعم. فهلا التعديلات اللي طالبوا فيها
ونحكى فيها إعلاميا، اللي هي المادة 61 لها علاقة بعمل المرأة، المادة 155 لها علاقة بالطلاق التعسفي، زواج القصر المادة 10، شو طالبوا في عمل المرأة، و 281 الورث لغير المسلم. هاي مجموعة من التعديلات يا ريت ننشرها الآن على الشاشة. وبنحب ننوه أنه نحن تواصلنا صباح يوم الاثنين مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية لاستضافتهم مع فضيلة الشيخ والأستاذة إنعام، لكن الاستضافة قوبلت بالاعتذار، وكان من خلال مخاطبة رسمية ومن خلال الاتصال الهاتفي كان هناك احتراز للأسف يمكن أو رهبة من التحاور مع دائرة قادة القضاء. كلنا ظروف، هلا لكلنا ظروف، فما بدنا يعني بغياب أي طرف. خلينا نحن بنستغرب وجود كادر بحجم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية بفريق القانون الكبير والمتخصصات من ناحية قانونية ومنها تشريعية إنه يكونوا معنا اليوم ونحكي عن أمور هامة جدا وطالبوا فيها كتعديلات في الأحوال الشخصية، وكانت فرصة كتير مهمة إنه يكونوا معنا ونحكي بالموضوع أكثر، لكن للأسف يمكن لكل غايب عذره. فالمواد موضوع العمل، والله العمل المقترح أنا قرأته، هم بيطالبوا بإلغاء المادة، وترى هذه إلغاء المادة بتسبب كارثة. ليش؟ لأنه على نقيض ما يريدون. هلا إحنا إذا لغينا المادة إيش نرجع لماذا؟ نرجع لمادة في نهاية القانون شو بتقول؟ ما لا نص فيه يرجع للراجح مذهب أبي حنيفة. هلا إذا أنا بدي أرجع للفقه، إذا رجعت لقانون 76. نعم. إحنا هذه المادة حطيناها أو وضعت في القانون المؤقت اللي في عام 2001. تمام. وتم إدخال يعني إضافات عليها تحسينية في عام 2010. كيف أنا بطالب بإلغاء مادة أصلاً وجدت هذه المادة حماية للمرأة؟ عمل المرأة. عمل المرأة. إيش المادة؟ طالبوا بإلغائها. نحن هذه المادة أحياناً الفهم غير الصحيح لمواد القانون وعدم ربط المواد ببعضها البعض بسبب هذه الإشكالات. بدهم يلغوها؟ احنا بنرفض نلغيها. ليش؟ كمقترح في دائرة القضاء، لانها حماية للمرأة، مش الغاء لا هم طالبين بالإلغاء، عدم ربطها بموافقة، لا لا طالبين الغاء المادة كلها. خلينا نعرض كيف المادة. انا بدي الغي مادة تعطي حماية للمرأة؟ انا مستغرب على فكرة هذا القرار. انا قرأتها عدم ربطها بموافقة الزوج. لا لا هذه منشور على زملائي، يرجى تثبيت المادة 61 تثبيت المادة على الشاشة، المادة 61 مقترح اللجنة الغاء المادة. مقترح اللجنة هم بيقولوا بتخالف الدستور او بتخالف الغاء المادة. هلا ما معنى الغاء الماده؟ هذه الماده ما هي؟ الماده بتقول انه للمراه الحق في العمل المشروع، واذا الزوج اعطى موافقته الضمنيه او الصريحه على العمل لا يجوز له ان يتعسف في هذا الحق وان يعود عن هذا الرجوع، عن هذا الحق. بمعنى انا انسان تزوج امراه عامله تشتغل، هذا تعتبر موافقه ضمنيه على العمل. الان بعد الزواج صار خلاف بينهم، قالها انا ما بنفق عليك الا تترك الشغل، ليس له الحق في ذلك. إذا ألغينا المادة صح، ولا يستطيع أن يمنعها تترك العمل، ولا الآن يستطيع الحماية. لكن ذهبت الحماية المتعلقة بموضوع التعسف وموضوع الحقوق الموجودة. أنا في الحقيقة لا أعلم كيف هذه التعديلات كيف تقترح ومن الذي يقترحها بالزبط. هل هم ناس قانونيين ولا لا؟ لأنه في الحقيقة بعض التعديل أنا قرأت بعض حتى المصطلحات يعني هي حتى غريبة على المنظومة القانونية الأردنية. المادة 61 وكمان في المادة 155. والمادة ليس كما يقال موضوع التعسف عم بيطالبوا إنه يكون النفقة نتيجة الطلاق التعسفي لعشر سنوات. لا هم بيطالبوا بالأموال المشتركة أظن في. لا بس هي السعي المشترك من خلال اقتسام الأموال المتحصلة الحياة الزوجية عند انقضاء الزوجية. عشان هيك لحظة إحنا كنا نتحدث عن أو رفع التعويض. نحن نتحدث عن منظومة قانونية ومقترحات أدخلت أو مطلوب إدخال المادة تختلف كليا عن الإطار القانوني نتحدث عنه. نحن نتحدث عن طلاق وعن شخص تعسف بهذا الطلاق. ماذا نرتب على هذا التعسف؟ الآن هم بيدخلوا موضوع التقاسم الأموال المشتركة. إيش علاقة تقاسم الأموال المشتركة في التعسف؟ يعني هل هم مقترحهم في تقاسم الأموال المشتركة اللي هو مبدأ غربي، وإن كان يعني المقترح المذكور الآن بيقول لك بدنا نرجع لحق الكد والسعاية اللي هو معمول فيه بالمغرب العربي، وهو مش معمول فيه بالمغرب والله العربي. والله هذا ما يقال. أنا بعرف لأني أنا دارس وعامل مقارنة في مدونة الأحوال الأسرة المغربية. نعم. معمول به بجزء بسيط هذا على فكرة، بس حتى نعطي الإخوة. هل بتعرف في الغرب في أوروبا وفي أمريكا لما يصير طلاق أو وفاة بصير إيش؟ تقاسم للأموال المشتركة أثناء الحياة الزوجية. هذه الآن اللي بيطالبوا فيه خلاصة يعني بالنهاية هذا بيطالبوا فيه، بيستندوا فيه لموضوع حق الكد والسعاية. حق الكد والسعاية ما هو؟ إذا في امرأة بتعمل وساهمت بعملها وكدها في نفقة البيت، في البناء، في شراء السيارة، في بذل أي أموال
من حقها هذا المال. هذا هو ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. هذا مش هذا اللي بيطالبوا فيه. إيش بيطالبوا فيه؟ مش بيطالبوا إنه إذا صار طلاق تعسفي إنه يروح يتقاسموا الاثنين. طب إذا مش طلاق تعسفي واشترت شقة مع زوجها إيش يعملوا؟ ما لها حق يعني بس في الطلاق التعسفي لها الحق؟ يعني أنا فهمي فضلي. إذا شاركت بأموالها اشترت شقة اشترت بيت اشترت سيارة الجزء اللي هي ساهمت فيه لها الحق. مش هيك المطالبة. المطالبة للأسف هم وإحنا منجيب حق الكد والسعي اللي في المغرب، حتى هو مش في المغرب، هذا كان نتيجة بعض الفقه المالكي بيسموه فقه النوازل. وحتى أحد فقهاء المالكي اللي اسمه ابن عرضون هو اللي أفتى بهذه المسألة قديما، هذا نحكي عن قبل 500 عام. نعم. الفتوى هذه هم استحضروا هاي الفتوى اللي قبل 500 عام، استحضروها بس استحضار مجزوء. استحضار مجزوء. هو ذاك الفقه المالكي وخاصة في بيسموها منطقة سوسة في المغرب أو سوس في المغرب، بتحدثوا عن أنه كانت المرأة عاملة وبالتالي هذه المرأة العاملة يجب أن تعوض عن عملها، يعني لها هي أصلا حق في هذا المال بالأصل بالأساس بكدها وسعايتها، وبالتالي سموه أصلا حق الجراية، لها الحق في أن تأخذ حقها، ما حد بيمنع في ذلك. حتى القوانين المدنية عندنا في الأردن اليوم، حتى القانون المدني بيقول أنه إذا إنسان له حق عند الآخر له أن يأخذه وأن يثبته. القانون المغربي لما طبق هذه القاعدة ما طبقها زي ما بيحكوا أنه مجرد ما صار طلاق بنيجي للأموال نقسمها بالنص أنت نص وأنت نص، لا، هم قالوا إذا ثبت أن لها حق في الكد والسعاية لها أن تثبت ذلك بمطلق وسائل الإثبات، فإذا أثبتت ذلك لها الحق في أن تأخذ هذه الأموال. نعم. وهذا المنظومة القانوني اللي عندنا. طيب. لكن هذه ليست كأثر من آثار عقد الزواج. وضحت فضيلة الشيخ. وهي اختيارية. نعم. على فكرة كمان في المغرب وليست إجبارية، لأنه في نص في قانون مدونة الأسرة المغربية أنه للطرفين عند إجراء عقد الزواج أنهم يحطوا ملحق في العقد يتضمن هذه الأحكام. كل موضوع من اللي طرحته بدها حلقة كاملة. بدها حلقة كاملة. لكن بدي أسألك فضيلة الشيخ، لماذا طفل الزنا لغاية الآن لا ينسب؟ هذه قضية الحقيقة في لها ارتباطات، جزء منها فقهي وشرعي، لأنه عندنا الرأي المعتمد في دائرة الإفتاء العام وعلى مستوى حتى مجامع الفقه الإسلامي حتى هذه اللحظة أنه هناك ابن الزنا لا يثبت نسبه للزاني إلا بالإقرار. نعم. وبالاستلحاق. الآن حتى نثبت بالدي ان ايه يجب أن يتحول هذا إلى نوع من الإلزام. نحن قلنا الإلزام الآن عندنا متحقق تقريبا في 95% من الحالات، في حالات الزواج اللي بعد عملية الزنا أو في حالات الوطء بشبهة، لكن لما نتحدث عن العلاقات غير المشروعة الواضحة 100% لا شبهة فيها إلا العلاقة غير المشروعة، هذه الآن القانون لم يأخذ بها ولا المقترح حتى، لأنه نحن نريد أن تكون هناك فتوى على مستوى العالم الإسلامي حتى نستطيع أن ندخل لهذا الموضوع. لماذا؟ مستوى العالم الإسلامي. لأنه الإسلام. هذه قضية ليست قضية تخص الأردن فقط وإنما تحتاج إلى اجتهاد جماعي يقر به مثل هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه هذه لها تداعيات مجتمعية أخرى، يعني ما بدنا إحنا نصير في المستقبل نقول والله نتهم أو يتهم المشرع بأنه والله يقرر العلاقات خارج إطار الزوجية. يعني هو في الغرب شو الفرق بينه وبين الغرب فيما يتعلق بالأسرة، تعريف الأسرة؟ الأسرة عندهم في الغرب اللي هو علاقة زواج أو علاقة مساكنة، وبالتالي في المساكنة بيثبت النسب للاثنين. هلا إذا إحنا بدنا نطلق هذا الموضوع دون دراسة الأبعاد الاجتماعية والآثار المترتبة على مثل ذلك، وإن كان رجعنا إلى بعض الأقوال الفقهية في الموضوع، لكن بدنا ندرس انعكاساتها المجتمعية وما هي الرسالة التي سنقدمها للمجتمع عند تعديل أو إقرار أي تعديل على مواد القانون. نعم. ما بدنا الناس يفهموا والله إذا بدنا نقر إشي زي هيك وكأننا نقر موضوع المساكنة، أي اثنين بدهم يعملوا علاقة غير مشروعة النسب بيثبت الحقوق ثابتة وبالتالي فيش داعي للزواج. هلا بتعرفي ليش في الغرب بتقل حالات الزواج وبتصير عندنا ولادات قبل الزواج وبتزوجوا عندهم 3 أو 4 أولاد؟ لشغلتين، أنه تثبت هذه النسب بدون عقد الزواج ولا شبهة الوطء. الأمر الثاني موضوع اقتسام الأموال، لأنه بيخافوا من موضوع اقتسام الأموال. أنا بحكي كحقوق إنسان وحقوق طفل. الطفل هذا ما ذنبه إذا كان هذا ما له ذنب، ما له ذنب، وبالتالي من حقه ذنبه على من أوقعه في هذه المصيبة. طب بس ماشي، بس هم خلفوه تركوه راحوا. طيب التعديل هل سيزيد عن مخرج؟ التعديل هل سيزيد هذه الظاهره؟ التعديل هل سيزيد هذه الظاهره ولا سيقللها؟ التعديل لا. التعديل المطلوب هل سيقلل هذه الظاهره او سيزيد منها؟ هلا بصيرش يعني افترض انه بده يزيد الظاهره وبالتالي لا بدي افترض، بدي ادرس انا هذه مشكلتكم في المقترحات التي تقدم، لا يتم تقديم دراسات تابعة لها. دكتور بدور الرياض. لا خليني أعطيك مثال. احنا نقدم مقترح، لما نقدم مقترح بدنا نشوف شو الآثار المترتبة على هذا التعديل.
على المجتمع، على الواقع، على الدولة. يعني بالله مقترح مثلا سن الزواج يصير 16، مش انتم بتقترحوا 16؟ ايوه. طب انتم درستونا شو الاثار المترتبة على هذا الاقتراح؟ اعطيني شو بترتب على هذا الاقتراح من وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على الارض الاردنية لا يقتنعون بانه سن الزواج على 15 مش على 16، عندهم سن الزواج اللي مقتنعين فيه 13 و14. انا بدي كيف تشريعاتي على حسب اللاجئين الوطنيين؟ لا انا عندي واقع بدي اتعامل معه كمان. بس طيب ما بدي، بس انا ما بدي باجي اقول والله 16 سنه وانا جالس في المكاتب وعندي سير عشرات الالاف من المواليد ما استطيع احلها. بس عشان المشاهدين يفهموا، اعطيني دراسه بالمقابل تقول لك انه اذا رفعناه لسن 16 في اضرار. انا بقول لك مش دراسه، واقع، ارقام عندي. ليش تطلب مني دراسه؟ انا الان بعطيكي، تعالي لي على الدائره بالاحصاءات، بعطيكي كم عدد حالات الزواج اللي ما بين 15 و16، وبعطيكي قديش عدد حالات اثبات الزواج، الدعاوى المرفوعه لنساء متزوجات زواج غير موثق. تعرفي انا اقول لك شغله واحده؟ تفضل. انه احنا اذا رفعنا سن الزواج 16 واصطدمنا بواقع لا سمح الله، سنعيد الان انتاج خوارق في المجتمع لزيجات غير موثقه وسنوسع هذه الدائره. طب دكتور احنا الان ليش اخذنا 16. ليش اعطيك مثال؟ طيب. ليش اخذنا قرار من مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات قبل سنتين حتى نوثق ونصوب حالات الزواج الموجودة دون ال 15 مضبوط التصويب الأوضاع، هذا جيد، ودون ال 18 وغير موثق، لأنه احنا كل ما تشددنا، ما دام أنا المنظومة على أرض الواقع ما بشتغل عليها بالشكل الصحيح، كل ما تشددت في جانب سيزيد الخروقات في جانب. احنا ما عندنا 15 ل 16 مثلا دكتور، بس في تفاوت. يعني قانون العمل بيحكي شيء وقانون الانتخاب بيحكي شيء. اي ممتاز، قانون اقول لك قانون العمل معناته ننزلهم كل لا 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 انا اعطيك مثال. قانون العمل بيحكي سن العمل 16 سنه. طب 16 سنه مين هو المكلف 18. بالانفاق؟ لا 17 قانون الانتخاب. طيب مين 17؟ المكلف بالانفاق، مين المكلف بالانفاق؟ الزوج صح. انا عام 2017 لا يوجد عندي اي حاله لزواج ذكور دون سن 16. نعم دكتور، بالتالي ما في، هي المشكله بالفتيات مش بالذكور. ب 2016 دكتور في ارقام صادره من عندكم بتقول انه في 500 قاصر تزوجوا بسن اقل من 18 225 وتطلقوا ثم عادوا وتزوجوا 225. هذول على الذكور بنحكي احنا مش طيب. يعني هم 500 طلع هذا موضوع سن الزواج شيء مختلف. احنا مش مع الزواج المبكر، احنا كدار قاضي القضاء حتكون اورا، نحن لسنا مع الزواج المبكر، لكن نحن لسنا مع لازم تكون ضيقه في ابعد الحدود، ضيقوها مع اغلاق الباب واكثر، مفترض تكون ضيقه للغايه، يضيقوها للغايه وين مثلا بالاستثناء يا دكتور. هذيك اليوم كان بالاول بالاستثناءات على سن الزواج المبكر انه قاضي الميدان بنسب لدائره قاضي القضاء بتعديل التعديلات اللي صارت. صحيح. صار قاضي الميدان هو اللي بنسب. مش صحيح بالعكس، الان صار مش صحيح. هي التعليمات، هي التعليمات موجوده، لان التعليمات بتقول لك بدك ترفعي الحاله لمين بعد دراستها من المحكمة، ترفعيها للجنة الإصلاح الأسري. نعم. وبعد ذلك ترفعيها لمديرية شؤون القاصرين في دائرة القضاء، بنظرها ثلاث قضاة، لجنة ثلاثة قضاة. طيب. اقرأوا التعليمات جيدا. هذا ما ينحل، رح نعتبر هاي الحلقة الجزء الأول، والأربعاء القادم الجزء الثاني، لأنه على ما يبدو التعديلات والمطالبات والمناقشات مش عم بتكفي معنا الحلقة، بدنا كمان حلقة بمعيتكم ومع الأستاذ إنعام. بدي أشكر فضيلة القاضي الشرعي الدكتور أشرف العمري مستشار سماحة قاضي القضاء، شكرا لك وشكرا لحضورك معنا. رئيس جمعية معهد تضامن النساء الأردني الأستاذ إنعام العشا، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضوركم معنا. بس بدكم توعدونا بحلقة ثانية لأنه لم تكفي حلقة واحدة. لهون مشاهدينا، يعني نحن عم نناقش في ختام حلقتنا كثير من القضايا اللي لها علاقة بالأحوال الشخصية، وبنوعدكم بحلقة ثانية الأربعاء القادم إن شاء الله لاستكمال المواد القانونية وتعديلاته للأحوال الشخصية. مني عبيدة عبدو ومن فريق العمل أجمل أمنيات، في أمان الله. شكرا.